حقيقة ست الفصائل أعطت الحكومة مهلة من أجل جدولة أو من أجل العمل على إخراج القوات الأمريكية في العراق حسب ما طلبت من الحكومة العراقية، لكن هذا المطلب تم تسويفه. نعم. زيارة السيد السوداني إلى الولايات المتحدة لم يتم التباحث في مسألة إخراج القوات الأمريكية، ما تم التباحث به هو إنهاء عمليات التحالف الدولي ضد داعش أو نعم. اللجنة المشكلة بين الولايات المتحدة والعراق، هي تناقش جدولة انسحاب انهاء عمليات التحالف الدولي ضد داعش في العراق. مطلب إخراج القوات الأمريكية حقيقة لم يتحقق أي خطوة. الفصائل بهذه الخطوة هي عادت مطلبها بشكل واضح، إخراج القوات الأمريكية من العراق خوفا أو إن ربما حذرا من تصريح السفيرة المرشحة التي حددت بشكل صريح وواضح أنها تعمل على إنهاء الفصائل المسلحة وربما حرب مع الفصائل المسلحة أو استهداف الفصائل المسلحة واستهداف المقاومة. لذلك الفصائل الآن عادت مطلبها وبشكل جدي، هي من أجل الضغط على الحكومة على إيجاد حل مشترك، ربما وسيلة ضغط، هي ضغط باتجاه الحكومة وباتجاه الولايات المتحدة الأمريكية. نعم. في حال لم تخرجوا أو في حال لم تخرجوا ونفذتم مخططاتكم أو ما طرحت به السفيرة المرشحة في العراق، سوف تكون قواعدكم وسوف تكونون هدف للمقاومة وهدف للفصائل التي أنهت الهدنة. لذلك الفصائل في هذا المطلب هي في هذه الخطوة إنهاء الهدنة هي تعيد مطلب إخراج القوات الأمريكية من أجل الضغط على الحكومة والضغط على القوات الأمريكية في حال تمت مهاجمة تلك الفصائل من قبل الولايات المتحدة، أو ضغط باتجاه أيضا الحكومة والولايات المتحدة أيضا تضغط على الحكومة من أجل إضعاف هذه الفصائل أو أن نزع السلاح من ذاك الفصائل حست بالخطر، خطر وجودها وخطر على كيانها. لذلك هي تستبق الأحداث وتدافع عن نفسها وعن وجودها في العراق. إذا ما صح التعبير. طيب.